مساء الخير عليكم. لو انت رحتي كشفتي على الثدي، تمام، واكتشفتي ان في ورم خبيث لا قدر الله بعد الشر عليك، تمام، هنتصرف ازاي؟ اولا انا بكتشف ازاي ان هو ورم خبيث؟ الكشف زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، تمام، انت الاول بتروحي الجراح ثدي متخصص في الثدي يكشف عليك، هيشك بنسبه 90% ان في ورم خبيث، هيبعتك تعملي أشعة، دي تاني خطوة، تمام؟ إيه هي نوع الأشعة؟ حسب حالتك، مش أي أشعة تنفع مع أي واحدة، تمام؟ برضو قلنا نفس الكلام ده المرة اللي فاتت وبعيده تاني، ممكن أعيده 20 مرة خلاص، لأنه كلام مهم جدا. طيب، من الاتنين الكشف والأشعة أكدوا خلاص إن ده ورم خبيث، هنتصرف إزاي؟ هل نخش العمليات نشيله يلا بسرعة؟ ولا ناخد منه عينة الأول؟ تمام؟ طبعًا طبعًا مفيش أي تفكير، لازم عينة الأول. لازم عينة الأول. أقول تاني، لازم عينة الأول. ليه؟ هتقول لي طب ما نخش ونشيله وخلاص، مش ده ورم خبيث وحش، طب ما نخش نشيله، ما ده برضو تفكير منطقي، خش شيله وارتاح. أقول لك لأ، لازم ناخد عينة الأول عشان نعرف حاجتين. أولاً خلاص إحنا بنتأكد 100% إن ورم خبيث، تمام؟ يعني العينة دي اللي هو هتاخد عينة من الورم، خلاص غالبا بالابره التخينه، وقلنا ما ينفعش الابره الرفيعه، اتحط تحت الميكروسكوب في معمل باثولوجي، تمام، اتحط تحت الميكروسكوب خلاص بيشوفوا نوع الخلايا يتاكدوا ان ده ورم خبيث، ده اول نوع، ده اول حاجه، كويس. طيب بعد ما عرفت ان ورم خبيث انا عايز اعرف حاجتين لازم اعرفهم قبل ما ابتدي العلاج، ايه هما الحاجتين؟ اولا المرحله ايه؟ يعني ايه المرحله؟ في 4 مراحل للورم الخبيث، يعني خلاص انت الاول بتبقي مرحله اولى، لو سبتي نفسك شويه هتبقي مرحله ثانيه، لو سبتي نفسك شويه هتبقى ثالثه، سبتي نفسك خالص هتبقي رابعه. المرحله الرابعه دي خلاص اللي هي اعلى مرحله، معناها ايه؟ معناها ان الورم انتشر عن طريق الدم لخارج الثدي، راح في حته ثانيه، اشهرهم الكبد، راح للعظم، راح للمخ، راح للرئه، راح غالبا بيبقى مكان من الـ4 اماكن، لكن ممكن يروح اي حته ثانيه في الجسم. طيب طب ايه المشكلة؟ المشكلة انك لو مرحلة رابعة يبقى انت مش هتعملي عملية اصلا، علاج المرحلة الرابعة هيبقى كيماوي او علاج هرموني او حسب النوع، فانت مش محتاجة عملية الا في حالات معينة قوي. يبقى اذا انا لازم اعرف المرحلة، لانك لو مرحلة رابعة يبقى مش هندخل عمليات، يبقى ملهاش معنى ان انا ابقى دخلتك عمليات وانت اصلا مرحلة رابعة، تمام، فبقى انا كده دخلتك وعرضتك للتخدير وبتاع وعملية وقصة وتكاليف عملية على الفاضي، صح؟ تمام. طيب لكن مرحلة أولى تانية وتالتة، تمام، محتاجين عمليات، لكن بعضهم بيعملوا عملية بعد كده ياخدوا العلاج، وبعضهم بياخدوا العلاج الأول وبعد كده يعملوا العملية، زي ما شرحنا في حلقة قبل كده لو تفتكري، ولو ما سمعتهاش لازم تسمعيها، إمتى بنعمل عملية بعد كده ناخد علاج سواء كيماوي أو غيره، تمام، وإمتى بناخد العلاج ده الأول بعد كده نعمل العملية. ده بالنسبة للمراحل الأولى تانية وتالتة، لكن مرحلة أولى عادة العملية الأول. طيب ده أول سبب، يبقى لازم أعرف المرحلة، لأن لو ما عرفتش المرحلة يبقى أنا داخل خلاص أعمل عملية ممكن أكون بعملها على الفاضي. أوكي؟ طيب. الحاجة التانية، الحاجة التانية إن أنا لازم أعرف نوع الورم ده إيه؟ يعني إيه نوع الورم؟ يعني في حاجة اسمها ورم موجب للهرمون، لمستقبلات الهرمونات. ده بياخد علاج هرموني. تمام؟ اللي هو أشهرهم التاموكسفين اللي هو النولفاديكس وحقن الزولادكس والحاجات دي. طيب. الحاجة التانية، تمام، النوع التاني حاجة اسمها نوع موجب للهيرتو، النوع الموجب للهيرتو ده بياخد علاج موجه اسمه هيرسبتين. نوع تاني اسمه ثلاثي سلبي، الثلاثي السلبي ده لا موجب للهرمون، يعني سالب للهرمون وسالب للهيرتو، فده ملوش علاج غير الكيماوي. خلاص؟ وفي نوع بيبقى ثلاثي ايجابي اللي هو بيبقى موجب للهرمونات وفي نفس الوقت موجب للهيرتو، بالتالي بياخد علاج هرموني وبياخد علاج هيرسبتين. فكل ده هعرفه منين؟ هعرفه من العينة اللي اتاخدت من الثدي اللي راحت اتحللت الأول تحت الميكروسكوب، عرفنا الورم إن هو ورم خبيث ونوعه. بعد كده هذا الورم بيتعمل فيه تاني تحليل اسمه دلالات مستقبلات هرمونات. اسمه تحليل مستقبلات هرمونات، اسمه كده. خلاص؟ أو بالإنجليزي اسمه IH4. Immune Histochemistry 4 و4 دي عشان بيتعمل فيه 4 حاجات. المهم يعني. دول لما بيتعملوا بنعرف منه نوع الورم، وبالتالي العلاج اللي محتاجة إيه؟ سواء هتاخدي هذا العلاج قبل العملية أو بعد العملية، أو لو أنت مرحلة رابعة يبقى هتاخدي هذا العلاج ومش هتعملي عملية أصلا. كويس؟ يبقى أنا ما بعرفش، ما ينفعش إن أنا أدخلك عمليات لو أنا متأكد إن ورم خبيث، ما ينفعش أدخلك عمليات إلا لما أعرف الأول المرحلة والنوع.
طب واحدة تقول لي المرحلة دي أعرفها منين؟ يعني أنا أعرف منين إن هو منتشر لأي حتة تانية في الجسم ولا لأ؟ عن طريق الأشعات، أشعات معينة، تمام؟ أشعات على البطن أشوف فيه الكبد سليم ولا مش سليم، أشعات على الصدر أشوف الرئة سليمة ولا مش سليمة. العظم تمام بيبقى بالمسح الذري على العظام، بس ده مش بيتعمل في كل الحالات، ده بيتعمل لو إحنا شاكين إن فيه انتشار. لو ما بتجيش من حاجة وما فيش وجع وبالكشف على العظم كله سليم يبقى مش محتاجين. أشعة على المخ، أشعة مقطعية على المخ، أه تمام ممكن نحتاجها ممكن لأ، مش بتتعمل في كل الحالات، لكن أشعة على الصدر، أشعة على البطن، أشعة على الحوض، خلاص بيتعملوا في كل الحالات لازم عشان أعرف المرحلة إيه قبل ما أبتدي العلاج. تمام؟ يبقى المعلومة لو تطلعي بمعلومة واحدة من الفيديو ده من الحلقة دي كلها، لو سمحتي ورم خبيث اتشخصتي بالكشف وبالأشعة، يبقى الخطوة اللي بعد كده عينة. الخطوة اللي بعد كده لازم تاخدي عينة، محدش يقول لك يلا نجري على أوضة العمليات عشان نشيل الورم، خلاص؟ يلا نجري ما تقلقيش أنا هحللها جوه العملية، لا، هحللها جوه العملية دي أنت لو بتتكلم في حاجة أنت مش متأكد إن هي خبيثة أصلاً أو أنت دي حميدة، لكن تحللها جوه العملية دي خلاص بعد ما تكوني أخدتي العينة وعرفتي مرحلة الورم وعرفتي بتاع نوع الورم إيه. خلاص؟ المعلومة التانية بعيدها للمرة الـ20، أو متأكدة بالكشف والأشعة إنه ورم خبيث، يبقى لازم ناخد عينة لو سمحتي باستخدام السونار، تمام؟ لازم ناخد عينة مش هنجري على أوضة العمليات، تمام؟ أتمنى تكونوا فهمتوا المعلومة دي، خلاص أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.